مرحبا بكم على موقع ماتش برو. هنيئا لكم، يعني كأول كلمة هنيئا لكم بهذا الفوز هذا والتأهل للدور المقبل. يونس، فين كانت قوة فريق الجيش الملكي، خصوصا أنكم استطعتوا تسجيل 3 أهداف في هذا اللقاء هذا والتأهل لهذا اللقاء المقبل؟ قوة الجيش الملكي كتشمل فريق عزيز، بأن كاين قوة الفريق، كاين واحد ولاد الهدف اللي كبيرة من المباريات ديال الإعدادية وهو إسبيت غانيير. الحمد لله حنا استطعنا باش ناخذوا ديالكم من بداية المباراة، لأن خدينا الضغط كبير من المقابلات ديال التيفي، وحنا أي مباراة كننظر إلا وهي مباراة اللي مصيرية. الحمد لله كناخذوا مباراة بمباراة، إن شاء الله غنحاولوا نمشيو بمسيرة مزيانة إن شاء الله، تعاون باش نبينوا بأن فريق الجيش الملكي فريق كبير، وغيرجع يقول كلمة ديالو إن شاء الله. إن شاء الله التوفيق.